والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله. ضيوفنا الأكارم، نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وعنبرا وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم يوسف كرام، رئيس جمعية جيل الآلة للمديح والسمع الموسيقى الأندلسية. احنا اليوم تشرفنا بتنظيم ليلة لإحياء رأس سنة الهجرية 1441، واحتفالا أيضا بذكرى عاشوراء، ليلة اللي تخللها مجموعة من الأمداح ومن ذكر ومن قراءة القرآن. كما جرت العادة أن ساكنة مدينة أسفي مولوعين دائما بهذه الأمور، كذكر ومن سماع وذكر ومن إقامة صلاة ومن يعني إيش غادي نقول لك، هذا غير درنا واحد الملخص يعني مختصر من واحد العادة من عادات مدينة أسفي اللي كتحيا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سيد أمل مبروك، رئيسة اللجنة المنظمة لجمعية جيل الآلة للمديح والسماع والطرب الأندلسي. نظمت جمعية جيل الآلة للمديح والسماع والطرب الأندلسي حفلا دينيا روحيا بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1441 وذكرى عاشوراء، لنستأنف حفلنا الروحي بشذرات من فن المديح المغربي الأصيل من أداء المجموعة الصوتية. وقد توسط الحفل نبذة وبطاقة مبسطة عن الهجرة النبوية الشريفة، لنختم حفلنا بحصة من فن السماع ودائما من أداء المجموعة الصوتية لمجموعة جيل الآلة للمديح والسماع والطرب الأندلسي.